يرتبط التصنيف بتقديم النتائج الأكثر صلة بكل عملية بحث، إنها أهم جانب من جوانب Discovery Service بالإضافة إلى المحتوى. أثناء عملية البحث تتوقع بطبيعة الحال ظهور النتائج الأكثر صلة أولاً. إذن كيف يحدد Discovery Service ما هو ذي صلة؟ أولاً، ضع في اعتبارك نطاق وحجم المحتوى في EBSCO Discovery Service، من مقالات المجلة الأكاديمية المتعمقة إلى الكتب الإلكترونية الطويلة إلى الأخبار القصيرة وكل شيء بينهما. أكثر من مليار سجل من عشرات الآلاف من الناشرين. في Discovery Service، إذا كان المحتوى هو الملك، فإن البيانات الوصفية هي الملكة، ولأن جودة البيانات الوصفية تبرز بشكل بارز من نهجنا، تتعاون EBSCO مع الناشرين ومزودي المحتوى الذين يقدمون أعلى مستوى من الفهرسة والاستخلاص. لنأخذ في الاعتبار أن عمليات البحث تأتي في جميع الأشكال والأحجام، الموضوعات العامة والموضوعات المتخصصة وعناوين الكتب وعناوين المقالات وأسماء المجلة، وأيضاً الاستفسارات المنطقية المعقدة. لذلك نعود إلى السؤال السابق، كيف يحدد Discovery Service مدى الصلة بالموضوع؟ في حالة EBSCO Discovery Service لا توجد صيغة بسيطة. يقاس التصنيف باستخدام مجموعة متنوعة من العوامل التي تمزج معاً لتقديم أفضل النتائج الممكنة لكل عملية بحث، ويبدأ من خلال عملية ترجيح المجال. بعض المجالات هي أكثر أهمية من غيرها، وتساهم مصطلحات البحث الموجودة في المجالات الأكثر أهمية في تحقيق درجة الملائمة. تطابق تام. الكلمات في النظام المحدد في بعض المجالات تحصل على دافع. المفاهيم مهمة. عندما تتطابق عبارة البحث مع مفهوم معروف، يتم توسيع البحث ليشمل المصطلحات الدقيقة لذلك المفهوم في المفردات المعينة. التسجيلات التي تطابق المفهوم تحصل على دافع للتصنيف. فمثلاً، فإن البحث عن Workplace Injury تشير إلى مفهوم Work-Related Injuries. مصطلح Midline لهذا المفهوم هو Occupational Injuries. مصطلح Psych Info هو Industrial Accident. لذا عناوين الموضوعات المختلفة تشير لنفس المفهوم. يتم توسيع البحث للعثور على التسجيلات المصنفة في Midline و Psych Info الذين يحتوون على المصطلحات المحددة في مجال الموضوع. إلى جانب مطابقة الكلمات والمفاهيم، وسمات العد تطابق أيضاً، مثل تاريخ النشر ونوع المنشور وحالة التحكيم وطول المستند، لتساعد على ضبط نقاط التصنيف للأعلى أو للأسفل. عادة ما يفضله المستخدمون هي المقالات المنشورة حديثاً عن المقالات القديمة، ونتيجة لذلك أحدث المقالات تحصل على نقاط أكثر من المقالات القديمة، ونتيجة لذلك تأخذ ترتيباً أعلى. لأن السمات تضيف قيمة إلى ترتيب التصنيف، ترتيبنا يتأسس على قيمة التصنيف. وفي النهاية فإن التصنيف أمر معقد، وكل شيء يتعلق بالأرقام. لكل طلب بحث نحسب درجات الترتيب، وتترتب نتائج البحث وفقاً لذلك، ونحن نفعل ذلك في الوقت الحقيقي عبر الآلاف والملايين بل مليارات السجلات. نحن باستمرار نطور ونعمل على تحسين عملية التصنيف لإعطاء المستخدمين النتائج التي يريدونها لكل عملية بحث.